واش ما عرفتيش علاش ما دخلناش ضد الريال فابريغاس؟ انا بعدا كنت عيان شويه. انت لعبتي ضد تشيلسي، اما انا ثلاثه الماتشات ما دخلت، خاصني نعرف علاش. كنا عارفين على جابيكي، ولكن غان كنحشموا نقولوا لك راه شاكيرا هي السبب. سكوت ما تبقاش تعاود هاد السميه، مره الاخرى مشي زيت معاهم ويخرجني غوارديولا في الدقيقه 70. انا ري علاش؟ ايوا راه هي سببنا كاملين. كيفاش سببنا كاملين؟ غوارديولا ما عندوش معاها، وقال ليه الا بغيتي ترجع تلعب بعد منها بالعربيه التعرب يا البارسا يا شاكيرا. واش شفتي الرونديفو اللي عندنا مع المصور؟ غير قلبي عليا هاد الساعة. كيفاش نقلب عليك؟ حتى الصيف ونتلاقاو. الصيف؟ راك واردولا كاعي شوية هاد الأيام، خصوصا من ورا كلاسيكو، قال لي يا البارسا يا شاكيرا. إجا ما كاين لا زولا والو. والله ما كرهنا، راه بويول ولف ليا ديك واكا واكا ديالك. وسير خلي داك غوارديولا ينفعك. والله ما بقيتش كنفهم هادشي اللي كيديرو غوارديولا، واش الحب حرام عباد الله. واسي بيكي، واش نصورك دابا مع شاكيرا ولا مع البارسا؟ واش من عجب مخرجين فيه عاود تاني؟ قالك سيدي شاكيرا طاحت مع كريستيانو رونالدو، سير رونالدو الله يطليك بها.